حاجة تانية، أنا عن نفسي طول الوقت كنت نفسي أسمع رأي الرئيس في الرؤساء السابقين، والنهاردة الحقيقة على غير المعتاد هو اتكلم باحترام عن الرؤساء السابقين، ورفض اختزال مصر في شخص الرئيس، وكمان رفض ان هو يزيف التاريخ، احترم وقال اسم محمد مرسي، ذكره في جملة مفيدة، لانه شئنا ام ابينا هو مرسي فعلا كان رئيس لمصر.